تخيل داخل هذا البيت أكو جد وجدة وكو صوبة نفطية عليها قور الشاي وكو جهال يلعبون بيت بيوت بناتي ضحكاً بالمطبخ وتلفزيون من هذا الكبير اللي بي بس قناتين وكومة أشياء وذكريات بس كلها راحت والبيت تقسم بيوت صغار وأجروا وباعوا الجهال كبروا منهم اللي سافروا ومنهم اللي انتقل إلى رحمة الله ومنهم اللي يركض ورا العيشة راحت الأيام الحلوة من راحة وأهلها راحت الأيام الحلوة من راحة وأهلها